رجعنا لحضراتكم مرة تانية في أجيال على الراديو 90 هواها مصري، وبنكمل كلامنا مع حضراتكم عن التغذية عند الأطفال. وخدنا الساعة الأولى في إرساء القواعد الأساسية من المعلومات حول الوزن الخاص بالأطفال، لأن هو ده الباسورد أو هو ده كلمة السر في العلاقة بيننا وبين تقييم حالة أطفالنا من حيث الوزن، عشان نعرف هم وزنهم طبيعي ولا أقل من الطبيعي ولا مثالي. ولو عرفنا كمان لو الطفل وزنه طبيعي وعايزين نروح ناحية الاتجاه أنه يكون مثالي، وقلنا أن احنا أول حاجة نبقى مقتنعين أن ابننا لا يعاني حالة مرضية. قبل ما نسيب هذا الموضوع بقى وندخل في الأكل بقى نفسه بتاعنا، عايزين نقول طيب ماذا لو كان الطفل وزنه أقل من الطبيعي؟ تمام، كمان أقل من الطبيعي دي بيبقى لها نسب. هنا بقى النسب دي الطبيب بقى هو اللي بيحددها، لأنه أقل بدرجات، يعني هل هو نقص طفيف عن المعدل الطبيعي أو زي ما احنا بنسميه بوردر لاين. يعني بوردر لاين يعني يدوبك يكاد يحدث تماس مع الطبيعي، ولا النقص ده مودريت يعني متوسط، ولا سيفير لا قدر الله أو شديد. اللي عايز أقوله لكم إن دي حالة مرضية معتبرة، يعني بيتم التعامل معاها طبيا بشكل لائق من خلال التحاليل والفحوصات الطبية، لأنه لا يمكن الطبيب يدي أدوية أو يدي نظام غذائي بدون ما يكون وجهة نظر متكاملة عن المشكلة الخاصة بهذا الطفل، ولأنه في أسباب كتيرة أوي أوي ممكن تؤدي إلى مشاكل في وزن الطفل إنها تبقى نقص عن الطبيعي، زي مثلا مشاكل عدم انتظام أداء بعض الغدد في جسم هذا الطفل. الناس كلها فاكرة أن الغدد اضطراب أداء الغدد الصماء يعني في الجسم ده يؤدي إلى زيادة الوزن، لا، في بعض الحالات تؤدي إلى نقص الوزن. في بعض الأحوال بيكون الطفل ده يعاني من أمراض خاصة بالجهاز الهضمي، خاصة إحنا بنسميها أمراض سوء الامتصاص، يعني في حتى متلازمة سوء الامتصاص اللي هي المال أبزوربشن سيندروم، دي حالة من الحالات الشهيرة جدا جدا اللي بتخلي الطفل يعاني من عدم تحقيقه لمعدلات الوزن المطلوبة منه بحسب عمره. مش بس المال أبزوربشن سيندروم ده، في أنواع كتيرة، أمراض خاصة بالقولون وأمراض، يعني حاجات كتيرة قوي، حالات طبية كتيرة، كل حالة منهم، وفي منها على فكرة حالات بتبقى جينية، يعني بيبقى جين، وفي فرق ما بين حاجة جينية وحاجة وراثية. وراثية طبعا هما الاتنين شبه بعض كده بالعربي، لكن أقصد إيه، إن في أحوال الطفل يعاني من مشكلة فنقول المشكلة دي مشكلة جينية، بس مش شرط يبقى المشكلة دي عند الأب أو الأم، فهمتوا قصدي؟ يعني هي حاجة في الجينات بتاعته هو شخصيا، لكن مش شرط ان يكون، يعني ممكن الأب والأم لا يعانوا أي مرض أو حالة مرضية خاصة بامتصاص الطعام، لكن ابنهم يكون عنده متلازمة على فكرة اللي هي كلمة سندروم، متلازمة خاصة بامتصاص الطعام. وقلنا ان دي أنواع كتيرة، وطبعا حسب سياستي ومنهجي يعني النظام اللي أنا ماشي عليه منذ سنوات طويلة جدا، أن وسائل الإعلام ليست مكانا للحديث في الأمراض، ولكن للحديث عن الوقاية من الأمراض. الأمراض أماكنها المستشفيات والعيادات أو الأماكن الطبية. يبقى قلنا أن في أحوال مرضية ممكن تخلي الطفل لا يحقق معدلات الوزن، زي قلنا أمراض الجهاز الهضمي، أمراض سوء الامتصاص، أمراض اضطراب أداء بعض الغدد الصماء. ده ممكن أحيانا كمان يكون في مشاكل في الأسنان، مشاكل الأسنان دي التي قد تهمل ممكن تؤدي إلى أمراض كبيرة جدا أو حالة مرضية من حالات نقص الوزن المرضي عند الأطفال بسبب المشاكل بتاعت الأسنان. ممكن كمان يكون للأمر علاقة ببعض الأدوية اللي بتتاخد لفترات معينة تؤدي إلى هذا الأمر. ممكن كمان يكون الأمر له علاقة بمستوى أداء بعض الوظائف الحيوية في الجسم، يعني أنا بحاول بس أترجم الموضوع، يعني أحوال كده بيكون الطفل ده مشكلته في تداخل بعض الأحوال المرضية مع بعضها تؤدي إلى نقص في الوزن. المقصود إجمالا يعني، عشان الاحتمالات كبيرة قوي، وعشان كده أنا بقول لكم لازم فحص طبي يقود إلى اختبارات معملية وفحوصات
عشان نقدر نكون رأي. وأحيانا الرأي ده بيتكون بعد مشقة على فكرة. يعني الناس ممكن تفتكر مثلا أنه الإصابة بالطفيليات أو الديدان المعوية حاجة معتادة، وهو مرض معتاد، ولكن إهمال علاجه مش مرض معتاد معنى كده أنه يجي للناس، يعني لا، أقصد أنه مرض مفهوش غموض بالنسبة لنا. بنعمل فحوصات، بنعمل تحليل براز، بنعرف ايه هي انواع الطفيليات اللي مصاب بيها هذا الطفل. في كتير قوي من الطفيليات دي بتؤدي الى مشاكل في رغبة الطفل في الاكل اصلا، يعني بيكون هو عنده مشكلة في الاكل او مشكلة في الاخراج، او تؤدي الى حالات زي الاسهال او الحاجات اللي زي دي كلها. حساسية الاطعمة، احوال مرضية قد تؤدي الى نقص المحتوى الغذائي عند الطفل. يعني المقصود مرة تانية انه في احوال مرضية كتيرة، الدكتور عشان يوصل للتشخيص لا بياخد يعني مسار محدد، ولازم يبقى مقنع بالنسبة للأسرة عشان يقول لهم ابنكم يعاني من هذا الأمر، وبالتالي علاجه هذا الأمر. ليس من بين العلاجات المطروحة على الإطلاق أدوية فتح الشهية. أدوية فتح الشهية دي عايزكوا تنسوها خالص خالص، لأنها زي أدوية كتيرة قوي استخدمت لفترات عديدة. مع مرور الوقت وتقدم البحث العلمي ابتدينا نكتشف مشاكلها، ومشاكلها دي احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها، وأمراض أو أدوية فتح الشهية تؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة جدا جدا، تؤثر بالأساس أو تؤثر في المقام الأول على الجهاز العصبي المركزي، يعني المخ والأعصاب. فأرجوكم ابعدوا عن أدوية فتح الشهية على الإطلاق. أنا مقصود بالأدوية إن في أدوية تعالج الأمراض، احيانا بيكون الحاله تستوجب، احيانا الحاله تستوجب، انا قلت احيانا او ثالث مره، تستوجب الاستعانه ببعض المكملات الغذائيه لفتره محدوده واتباع نظام غذائي محدد. هذا الامر لن يتقرر الا بعد تشخيص طبي واضح ودقيق. هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم على طفل طبيعي مش مريض لكنه مش عايز ياكل. هنسال بقى اول سؤال، لماذا يرفض بعض الأطفال الأطعمة؟